شخصية صديق البطل دايما شخصية بتبقى دايما كده ليها طابع معين ومحبوبة والناس بينعكس حبها للبطل على صديق البطل. طبعا الدور بقى تمك اختيارك فيه ازاي؟ والله هل انت انا صاحب العوضي في الحقيقة ولا لا، ايه؟ هو انا احمد اعرفه من زمان بس مش صحاب قوي، بس انا صاحب يعني صديقي محمود حمدان المؤلف، فهو كلمني في البداية، وبالمناسبة ما كنتش هعمل الدور لان انا كان عندي ظروف سفر وعندي شغل في مسلسل تاني برضو في رمضان. قلت له حمدان انت اللي هيميزك السنة دي الورق، اللي هيميزك كمؤلف الورق. فبصراحة لما حكى لي الحكاية كده بس كلام، قال لي انا في موضوع كذا كذا وبتاع، وبدأ يتكلم معايا عن الكاركتر بتاع محسن. اكتر حاجة عجبتني فيه ان دايما صاحب البطل عندنا ورا منه المفروض يبقى في حاجة. هنا احنا رحنا وجينا بالجمهور، يعني ضحكنا على الجمهور علشان محسن طول الوقت طيب جدع واقف في ظهر صاحبه، لحد ما قابل وليد فوازي اللي كان عامل رباح، اللي هو اعتقدنا كده اتفقنا كده ان احنا نضحك على الجمهور في ان هل محسن هيبيع صاحبه بقى اللي الناس كانت مستنياه طول الوقت. اكيد ما فيش حد كده، ما فيش النموذج الطيب المثالي قوي ده محسن، ما فيش، لا النموذج ده موجود وانا تعمدت انه يبقى حقيقي جدا، حتى على مستوى الاداء وعلى مستوى الفيزيكال وعلى كل حاجه، ان لازم يبقى عشان الناس تصدقه، لان ده شعره. وما كنتش عايز اروح يعني اكتر الناس لما تيجي تتناول فكره الصاحب الشعبي او بتاع، بيبداوا يتكئوا على حاجات كده ليها علاقه بطريقه الكلام والاسلوب والبادي لانجوج مش عارف ايه. ده لما يكون انت بتعمل كاركتر من اي تو زي، يعني عنده تفاصيل لازم يتعمل كده. اما محسن ده شخص طبيعي جدا، صاحب صاحبه اللي متربيين مع بعض، اللي معاه بالبلدي على الحلوه والمره، اللي هو موجود في كل حاره، يعني هو موجود فعلا في كل حاره في مصر، في كل منطقه شعبيه. كان عندنا اكثر من مشهد مهمين جدا لمحسن بيبرزوا قد ايه ان الشخص ده انسان طيب وجدع، وفعلا مش جدعنته مش تجاه صاحبه بس. يعني مشهد لما بدا يدافع عن حنان الغرباوي لما ضربه بالقلم، لما قال له لا انت ما وقفتش جنبها، وانت ازاي بتعمل كده، انت ايه الاصل، انت ما انت مش صاحبي اللي انا اعرفه. والحوار اللي دار في المشهد ده، وده كان مشهد مهم جدا، والفيدباك بتاعه كان مرعب على السوشيال ميديا يعني. ولما رجع وقف جنبه لما بدا يتعاطى مخدرات، وقعد يقول له لا ده انا لما انا كنت وقعت بالعكس انت في كمان الكابوي دي ساعدته انه يتخلص من انا المخدرات وقفت ساعدته، جنبه. بس انا ما كان في شعره كده حصلت وكانت مقصوده علشان بعد كده اللي تحل الام. لما انا كان لازم وقفت قلت له ازاي ما ينفعش تعمل كده، وعيطت فعلا واتضايقت جدا وحضنته وكده، بس انا رحت جبت له المخدرات. يعني انا فعلا رحت جبت له تذكره صحيح. المخدرات دي، بس انا جبتها له لان هو ده ميثاق الحلوه والمره اللي بين الصحاب الصاحب صح وبعض مهما كان. وده خلينا نواجه الناس بده ونقول ان ده فعلا بيحصل بين الاصدقاء، بس علشان افتح بعد كده المجال لامه اللي بتقول له لا حاسب بقى تعالى، انا مش وكلنا عارف بقينا ازاي هي حواليه. قبلت وفاء عامر تكون ام احمد العوضي. بعد هرجع لها لسه لا كلمتك انا هرجع بتكلم لها. هنا كانت ماليش ماجده ما ام، لقيتيش لا كانت استاذه وفاء سلوى. عامر ام احمد لا لا العوضي. الـ الجزء هو ده انا ايوه، ممثل. انا لا هو بتكلم على يقصد فكره عليك وفاء عامر فكره ام احمد المخدرات. العوضي. انا ممثله، انا عندي وبالمناسبه انا برضو استعداد عايز اقول اطلع لحضرتك مش حاجه مهمه صح. جدا. هم احمد العوضي، ممثل احمد يا ابني العوضي دي قدر يكتب شخصيه. اسمه في يعني في صحيفه الكبار، لان احمد بيركز صحيح جدا جدا في تفاصيل التفاصيل، صحيح وده هو ده اللي هيخليه واللي جاي اصعب عليه جدا، وهيخليه يركز اكتر واكتر. بيركز في كل حاجه، بيهتم بالتمثيل، بيهتم بالتاليف، بيهتم بالكتابه، ما بيفوتش حاجه. فعلا احمد العوضي ما بينامش، وده كانت نجم مفاجاه نجم ليا في الشغل يستحق. معاه بصراحه. وبعدين النجاح اللي عمله قوي السنه دي لا الجامد ده بصراحه لا، هيخليه هو هيخليه لكل اكبر مجتهد ناس نصيب يا حبته، دكتور. هو هيخليه فعلا اصعب احمد ربنا اداله على قد تعبه. ومحمود حمدان عامل ورق كويس جدا، قوي. والاستاذ اسماعيل فاروق صحيح بصراحه المثلث ده مع الشركه المنتجه، لا بصراحة احنا كنا سعداء. انا هتكلم عن نفسي، انا كنت سعيد ان انا في تجربة زي دي. بس انا زعلان منك يا صاحبي، ازاي تصدق في حنان حاجة زي كده؟ انا تعبان يا محسن، مش عاوز اتكلم في القصة دي. لا هتتكلم، عشان انا من حق انك تسمعني، ومن حق ان انا انصحك، عشان انت صاحبي وفردتي، وهي حب عمرك. حب عمري؟ حب عمري كسرتني وحطت عيني في الارض، وخلت اللي يسوى واللي ما يسواش يتشافى فيا، وانا اول مرة عديتها لها وسامحتها وعلى يدك. المرة دي عاوز نعمل ايه؟ احط عيني في الارض؟ طب ما انت ما وقفتش جنبها لما كانت محتاجه لك. مش هو ده صاحبي اللي انا اعرفه؟ خلاص احسبها زي ما تحسبها يا محسن، وبره عنك الليله دي خلاص ما يخصكش. قول كده بقى ان انت لايف على واحده جديده وما صدقت عايز تخلع من البت الغلبانه دي بعد اللي حصل. بطل عك في الكلام يالا. العك اللي انت بتعمله مش رجوله دي. يا ابني افهم، رحت المنطقه اللي هي اتمسكت فيها وسالت وتقصت لحد ما اتاكدت بنفسي انها ملطوطه. مش داخل دماغي الكلام ده ببصله، كل اللي اعرفه انك بعتها بالساهل.
يعني انا كمان اقلع منك، لو اي عيل جه قال لك كلمتين عني هتصدق وتبيعني انا كمان، واللي يبيع مره يبيع الثانيه والثالثه والرابع عادي. بقول لك ايه، كل اللي اعرفه من القصه دي انك عيل قليل الاصل يا عرب. انا قليل الاصل؟ اه قليل الاصل. بتضربني يا عرب؟ خلاص يا صاحبي، خلصت يا عرب، كل واحد مننا في سكة. انا مش عايز اعرفك تاني يا عرب.